السلام عليكم. لكن انت ولا انت اول مره كتفرج فيها، ما تنساش دير جيم الفيديو، تشترك في القناه وتخلي لي كومونتير في الاخر. فكما قريتي في العنوان، في هذا الفيديو هذا غادي نخدمو لي بلاتين مانت، هذا تكون لا بروميير بارتي، وغادي نخدمو فيها وغادي نديرو بحال شي واحد لانتروديكسيون بالنسبه لي بلاتين مانت. اول حاجه غادي نخدمو لي كاركتير جينيرو. فكلمه لي بلاتين مانت الى قسمناها جوج اقسام تعطينا بلاتيل، يعني كتعني ابلاتي، ايمانت كتعني فيغ. دونك سو سون دي بلانت ابلاتي اي فيغ. 20000 سبيس لي بلاتين مانت او بلاتود او فيغ بلا، يعني في لا ناتور كاينين حوالي 20000 نوع ديال لي بلاتين مانت، وكيمكن لينا نسميوهم يا بلي بلاتين مانت يا لي بلاتود يا لي فيغ بلا. 85% سو دي بارازيت مي بوف اوسي افوار ان مود دو في ليبر كوم لي بلانير. 85% من هاد الانواع ديال لي بلاتين مانت في لا ناتور سو سون دي بارازيت يمارسو لو بارازيتيزم، وكاينين نوع اخر عندهم ان مود دو في ليبر. يعني اذا عندنا جوج انواع ديال لي بلاتين مانت، دي بلاتين مانت بارازيت اي دي بلاتين مانت ليبر. سون دي زانيمو تريبلو بلاستيك اسيلومات، يعني تريبلو بلاستيك يعني عندهم ليكتوديرم لوندوديرم اي لو ميزوديرم، هادشي درنا في الفيديو ديال لو غيني انيمال. L'ectoderme conserve un rôle de protection et l'endoderme conserve un rôle de la nutrition et le mésoderme va permettre d'organes en produisant, va permettre le développement d'organes en produisant des tissus de rassemblage. يعني تريبلوبلاستيك كما قلت كيتكون من ليكتوديرم لوندوديرم اي لو ميزوديرم. ليكتوديرم عنده واحد لو رول دو بروتيكسيون، اي لوندوديرم عنده واحد لو رول ديال لا نوتريسيون اي لا ديجيستيون اكسيتيرا، اي لو ميزوديرم يمكن لينا من تطور لي زورغان بعض لي زورغان اون برودويزون ان تيسي دو راسامبلاج. دابا التساؤل راه يطيح لك في بالك، شنو هو هاد لو تيسي دو راسامبلاج؟ ان تيسي دو راسامبلاج، le tissu de rassemblage chez les platelmintes appelé le parenchyme. Le parenchyme ou le tissu de rassemblage entre les platelmintes. Grâce à lui, de nouvelles fonctions apparaissent telles que l'excrétion, la respiration et le stockage de réserves. يعني هذا le tissu de rassemblage هو من بفضل ديالو تي كيكونوا ديال وظائف جديدة كيظهروا عند لي بلاتيلمنت، بحال مثلا الاكسكريسيون يعني من خلال لو روجي دي تيشي، لا ريسبيراسيون اي لو ستوكاج دو ريزيرف. إضافة هذا كاينة اون نوت اوسي او دي ان ديبي دو لا سيفاليزاسيون. لا سيفاليزاسيون هي واحد بحال واحد العملية، التعريف ديالها باللغة الفرنسية لا سيفاليزاسيون ديزين لا ريون وان دي زورغان سونسوريال اي دي ستركتور بور سو نورير فيغ لافون دان انيمال اون ميم طون كون كونسونتراسيون دو سون سيستيم نيرفو. خلاصة القول بالنسبة لاسيفاليزاسيون، يعني هادوك لي زوركان سونسوريال كيتجمعو كاملين وتعطيوهم بحال شكل واحد لاطيت لي تتمكن هداك الحيوان من مثلا باش يمكن ليه يحصل على هداك لا نوغيتيغ ديالو ولا لي زاليمون من خلال مثلا لا بريداسيون. ولكن بالنسبه لي بلاتين مات ما كايناش لا سيفاليزاسيون كامله، مي كاين ان ديبي دو لا سيفاليزاسيون. ندوزو دابا لا مورفولوجي. فبالنسبه لا مورفولوجي ديال لي بلاتيلمنت سون دي زانيمو الونجي سون تيت اي سون ابانديس اي سون اون سي ايزون اون سيميتري بيلاترال اي سون جينيرالمون ابلاتي سو كي اوغمونت لو رابور سور فاز فوليوم. يعني هاد يعني لي بلاتيلمنت هما حيوانات سون الونجي، ما عندهمش لا تيت وما عندهمش لي زابانديس يعني الاطراف، عندهم واحد لا سيميتري بيلاتيرال سون ابلاتي يعني بلا، هو اللي كيساهم في اعطائهم واحد الحجم اكبر. هادشي اللي كان خصوص بالنسبه لانتروديكسيون بالنسبه لي بلاتين مانت. لكن تستفدتي منها ما تنساش بارطاجي مع صحابك باش تعم فائده وكثر التفاعل في القناه، وهادشي غيحفزني باش ندير مجهود اكبر في الفيديوهات القادمه.